على التليفون نرحب بسيادة السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك، أهلا بيك سيادة السفير. سيادة السفير، تابعت طبعا من امبارح والنهاردة أيضا المناقشات، يعني هي واخدة لقب المناقشات أكتر من المفاوضات بين نائب وزير الخارجية المصري وأيضا نائب وزير الخارجية التركي. مبدئيا إلى أي مدى تتوقع حضرتك جدية هذه المناقشات، تحديدا بتكلم على الجانب التركي؟ يعني هو أولا إحنا لازم يعني نكون عارفين أن هذه المناقشات أو هذه يعني طرح المواقف من كل جانب، نعم، هي ما كانش هدفها تحقيق اختراق. يعني برضه عشان نبقى عارفين أن مثل هذه المناقشات التمهيدية بعد سنوات طويلة من القطيعة ما كانش في اي طبعا منتظر منها ان احنا نطلع بنتائج محدده ونقول ان حصل اختراق فعلا في الموقف، عشان ايه ما نرفعش التوقعات. هي هدفها زي ما قلنا استكشاف، يعني مشاورات استكشافيه، كل طرف بيعرض مواقفه. ولكن حضرتك هتلاحظي ان الاتراك تعمدوا يمكن قبل هذه المشاورات بساعات قليله ان هم ياكدوا على مبدئين. أيوه. اول حاجه ان التواجد التركي في ليبيا ده تواجد مشروع، وبالتالي هم مش ناويين يعني يتكلموا في موضوع التواجد التركي في ليبيا. وحتى وزير الخارجيه التركي كان في برلين اليوم، نعم، واكد على هذا المفهوم، وهيروح السعوديه برضو الاسبوع الجاي، واردوغان اتكلم مع جلاله الملك في السعوديه ايضا. نعم. ففي تحرك دبلوماسي واسع للاتراك. دي أول نقطة هم لأنه من وجهة نظرهم إن ده اتفاق مع الحكومة الليبية السابقة. بالظبط، وهو ده طبعًا يعني هيكون محل خلاف، لأنه في النهاية من جلب الجماعات التانية المتطرفة بالطائرات التركية، أعتقد إن هم عليهم مسؤولية أيضًا إن هم يجلوا الإرهابيين اللي هم الجماعات المقاتلة اللي جابوهم. وفي نفس الوقت عملية التواجد العسكري التركي الفج وإنشاء قاعدة دي انا اعتقد انها غير مطلوبه، لان هم بينشئوا قواعد دلوقتي في شمال العراق وفي سوريا، وطبعا في قطر وفي الصومال وفي ليبيا. فاذا المد التوسعي بتاع تركيا لم يعني يتوقف، وبالعكس ينمو بشكل كبير. النقطه الثانيه، ودي نقطه اساسيه عند مصر يا سيد سفير. طبعا طبعا، لان مصر انسحاب القوات التركيه. طبعا، لان مصر بتتحرك من منطلق الامن القومي العربي. نعم. يعني برضه حضرتك التواجد في العراق بالشكل المكثف في المرحله الحاليه، وطبعا زي سوريا، وبيساعدوا الاخوان في اليمن، فكل ديت حاجات بتسبب توتر في المنطقه العربيه وتهديد الامن القومي العربي كله، مش مصري بس. نعم. النقطه الثانيه اللي هم استبقوا بيها برضه هذه المشاورات هي فكره ان هم اطلقوا على الجماعات يعني الاخوانيه اللي موجوده في تركيا بان هم لاجئين، وده لاجئين. نعم، ده اعترضت عليه مصر كليا. ده بيتحط تحتيه خط بانه اي مطالبات من جانبنا بعض هؤلاء الارهابيين مش هتكون يعني مجابه. وبالتالي البيان المشترك اللي طلع اليوم هو بيان للتقرير، يعني كتقرير لما حدث، ويرفع بعد كده للقيادات الاعلى لوزراء الخارجيه، وبيقرروا بعدها يعني الخطوة القادمة بناء على ما شافوه في هذا التقرير من مواقف، وأيضا دراسة المواقف التركية من قبل المباحثات. وده أمر يعني أكيد مرصود في وزارة الخارجية المصرية. نعم. الكلمات كلها اللي بتتقال كلها كأنها بيوجهوها لمصر، يعني بالرسائل مبعوثة للخارجية المصرية، خدوا بالكم انه احنا عندنا نقطتين هما مش هنتنازل عنهم، وبالعكس ان ما تحرك دولي عشان يأيد موقفهم. فالكلام ده بيديكي بقى الاحساس بان لسه الطريق طويل جدا في هذا الموضوع. طبعا، وانه لا بأس من عقد مثل هذه المشاورات، ولكن النتائج انا اعتقد ان هي لازالت يعني بعيده جدا. تمام، لكن ما توصلوا اليه خلال اليومين اللي فاتوا امبارح والنهارده، ده لا يمنع بعد البيان المشترك اللي طلع منذ قليل، ده لا يمنع انه اللقاءات القادمه مستمر. يعني المفروض انه هيبقى في لقاء لوزير الخارجيه المصري ووزير الخارجيه التركي، وايضا هيكون في لقاء مع على مستوى مجلس النواب المصري والتركي.
ما فيش مانع حضرتك من هذه اللقاءات، ولو ان انا يعني اعتقد يعني ان لقاء وزيري الخارجيه مش هيكون قريب، على اساس انه وزراء الخارجيه عندما يلتقوا لازم هيكون في يعني نتيجه محدده ومثمره، وتصب فعلا في عوده مسار العلاقات يعني لمسارها الطبيعي. نعم. فانا شايف ان احنا لسه بعيد شويه. تمام. ده تقديري. طيب. تمام، انا عارفه ان ده راي حضرتك، لكن سؤالي ايضا ما حدث من خلال اليومين امبارح والنهارده، ده ليه علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالتبادل التجاري، بمسألة الاقتصاد ما بين البلدين، الاستثمارات ما بين البلدين، ولا دي بنود بعيدة تماما تتوقع؟ لا، أشكرك طبعا، أشكرك على هذا التنويه، لأنه هو حضرتك أنا خلال السنوات الماضية بالعكس ميزان التبادل التجاري بين البلدين كان بينمو بشكل يعني مضطرد، العلاقات الاقتصادية كانت بتسير بشكل طبيعي، وده اللي بيديك الاحساس انه مصر لم تتاثر يعني بتخفيض مستوى العلاقات السياسيه، وبالتالي فنحن يعني عندنا رصانه في التصرف وعدم تسرع واستيعاب للموقف كاملا، ثم بعد كده اتخاذ القرار. لانه احنا يعني انا عايز اقول انه الاتراك بيحاولوا تثبيت موقفهم الاستراتيجي في المنطقه عن طريق المصالحه مع مصر. عن طريق المصالحة مع مصر. المصالحة يعني مع مصر. كنت لسه هقول لحضرتك، طب لا، طالما ده اتقال وأيضا وزير الخارجية التركي سبق وقال اللي حضرتك قلته منذ قليل، يعني خليني أسألك بالبلدي كده، طب هم جايين ليه؟ هم جايين عشان حضرتك مصر هي العقبة الدائمة أمام أفكارهم التوسعية في وخاصة في ليبيا طبعا. فهو في المرحلة الحالية هو حقق إلى حد ما يعني تقدم استراتيجي في تواجده في ليبيا، سواء كان عسكري أو اقتصادي. هو الفترة القادمة هو هدفه هيكون التواجد الاقتصادي وإعادة التعمير والشركات بتاعته تشتغل وهكذا. في ليبيا. وطبعا لازم هيكون تحميل قوة عسكرية. نعم، في ليبيا. في ليبيا، نعم. أنا بتكلم على ليبيا. نعم. هو وعارف إن هو ما يقدرش يحقق شيء أكتر من كده، خلاص هو يعني هو وصل إلى الحد الأقصى لما يمكن تحقيقه في ليبيا بوقوفه عند الخط الأحمر، وانتهت القصة على هذا الأساس. نعم. فإذا هو عليه الآن أنه هو يدعم موقفه اقتصاديا هناك ويثبت أركان شركاته التركية، وده طبعا هيستدعي أنه يكون فيه لازم تواجد عسكري تركي لحماية هذه المصالح الاقتصادية. فهو عشان يأمن ويقوم بقى بالدور اللي هو في مخيلته أنه هو يستطيع أنه هو يعمله، لازم يحقق قدر من الهدوء مع أقوى دولة في المنطقة ودولة لها مصالح مباشرة مع ليبيا اللي هي مصر. يعني المناقشات دي يا سيد سفير بتديله موافقة بتحقيق كل اللي حضرتك قلته ده في ليبيا؟ هي مش موافقة، احنا مصر عمرها ما هتوافق على التغلغل التركي. هو في اعتقاده ان هو عشان يأمن هذا التغلغل لازم يحاول ان هو يعني مش يحيد، ولكن على الاقل انه يشعر مصر بالاطمئنان من ناحيته، وانه خلاص هو واقف عند هذا الخط، وانه ما فيش اي افكار ثانيه توسعيه في هذه المنطقه، وانه له اهداف اخرى قد تكون اقتصاديه، قد تكون ثقافيه سياسيه ايضا. وبالتالي هو يعتقد انه مصر هي الدوله اللي لها المصالح المباشره مع ليبيا، وبالتالي يجب ان هو يرضيها الى حد ما، او يتعامل معها بمنطق جديد يكون في قدر من الامان له. نعم. ليبيا. نعم نعم. طيب تتوقع ايه بشان غاز المتوسط؟ لا، غاز المتوسط حضرتك يا سيدي قضيه يعني منتهيه، لا يمكن هتضحي، ده تقديري برضه في تقدير الدوله المصريه، لا يمكن ان احنا نضحي بمصالحنا مع قبرص واليونان على الاطلاق في الفتره القادمه، ولكن على الاقل احنا بنظهر ان احنا ما عندناش اي موقف عدائي ضد تركيا في البحر الابيض المتوسط، ولكن في نفس الوقت عليهم ان هم
يلتزموا بالمياه الاقتصاديه بتاعتنا، مفيش حد يعتدي عليها، وبيبان ان احنا قادرين على حمايه مصالحنا الاقتصاديه في هذه المنطقه. ولكن اعتقد ان تعاوننا مع قبرص واليونان ده يعني لا بديل له، والمنتدى قام على هذا التجمع الثلاثي واصبح الان له كيان دولي، فبالتالي ما اعتقدش انه هيكون في اي تضحيه من جانبنا عشان خاطر نرضي الدوله التركيه. نعم. سيادة سفير، حضرتك بتقول الموضوع هيطول وده طبيعي، لكن هل معنى كده انه لقاء وزير الخارجية المصري مع وزير الخارجية التركي ممكن يكون ابعد من انه يكون الشهر القادم مثلا؟ والله حضرتك هو حسب، انا طبعا ما عنديش اطلاع كامل على اللي حصل في المشاورات دي، وحسب يعني اذا كان في بارقة امل وبارقة ضوء كده هتطلع من التقرير اللي هيقدم لوزراء الخارجية طبعا الوزير الخارجية المصري، ممكن قوي انه يكون في يعني احتمال للقاء قريب. ولكن انا يعني بعتقد ان الدبلوماسيه المصريه دايما عندها من عارفه حضرتك القدره على دراسه متانيه للوضع وعدم الاندفاع وراء بعض يعني المغريات الجوفاء. وبالتالي انا اثق ان هيكون في التوقيت المناسب. تمام، بشكرك فندم، شكرا جزيلا سيد سفير محمد العربي وزير الخارجية الأسبق، بشكرك شكرا جزيلا. عودي.